مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا بيكم. معاكم احمد باهر من دوجز ايجيبت. النهارده احنا عاملين مفاجاه لكل متابعينا على قناه اليوتيوب، ان احنا هنفتح باب التبني، يعني كلاب مجانا بدون اي مقابل مادي. طيب ازاي؟ احنا كدوجز ايجيبت عندنا اكتر من 1,000,000 متابع على الفيسبوك وعلى الانستجرام، فبيجي لنا طلبات كتير، ناس بتكلمنا بتقول لنا احنا عندنا كلاب ومش قادرين ان احنا نعتني بيها، عايزين حد ياخدها تبني. للأسف احنا خلال السنين اللي فاتت كنا بنرفض الموضوع ده تماما، لان احنا طبعا متخصصين في انتاج سلالة الجيرمان شيبرد، وكنا بنقول بنعتذر لعملائنا وبنقول لهم لا مش هينفع ان احنا نستقبل الكلاب دي. دلوقتي غيرنا قرارنا، قلنا طب ليه؟ طب ما في ناس حابه انها تربي كلاب وللاسف ممكن ما عندهاش القدره الماديه، طب احنا نبقى وسيط في الخير ان احنا نشوف كلاب مستوى كويس تتعرض علينا تبني، نعرضها على صفحه اليوتيوب، وتقدر ان انت تكلمنا وتقول لنا انا عايز الكلب ده. كل اللي بيحصل ان احنا بنقول لك ان انت هتروح في المكان الفلاني هتستلم الكلب من صاحبه، مش من دوجز ايجيبت. دوجز ايجيبت احنا مش بنطلع كلاب من انتاجنا تبني، عشان الموضوع يبقى واضح. فهي بتبقى كلاب تبني من احد متابعينا، كلاب مستوى طبعا محترم جدا، مش بنتعامل في اي حاجه حتى في التبني غير في الكلاب نقاء سلاله 100%. واحنا كمان هنديك يعني ضمان سلاله، بنقول لك ان الكلب كمان اللي انت واخده تبني ده احنا بنضمن لك ان هو نقي 100%. فكل اللي عليك دلوقتي ان انت تتاكد ان انت مشترك في قناه اليوتيوب عندنا، وفعل اهم حاجه زر الجرس، لان هيبقى كل كام يوم هينزل كلب واحد، فانت لو ما شفتش الفيديو غيرك هيسبقك وياخد الكلب ده، ففعل زر الجرس وتاكد من اشتراكك من القناه، عشان اول ما ينزل الكلب او فيديو للكلب تقدر ان انت تكلمنا على طول وتحجز الكلب وتروح تستلمه. شكرا ليكم والى اللقاء في حلقه اخرى.